كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي عشان يطمننا على تدريبات الفريق النهارده. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا شيماء، برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدينا. أهلا بيك، كل سنة وأنت طيب. وعايز أعرف منك النهارده تدريب الفريق كان عامل إزاي في آخر يوم لينا في 2018؟ كل سنة طيبة طبعا، وأكيد نقول سنة طيبة لكل جمهور وأعضاء النادي الأهلي. أكيد زي ما أنت عارف يا شيماء، مباراة بيراميدز لها حسابات فنية خاصة ولها استعداد خاص ليها الجهاز الفني ولاعبي النادي الأهلي. مباراة ستكون على استاد الدفاع الجوي يوم الجمعة. للأسف طبعا المباراة بدون جمهور، كنا بنأمل يكون جمهور النادي الأهلي متواجد في هذه المباراة نظرا لتواجد فريق بيراميدز في المركز الثاني، وأيضا كمان لوجود الجمهور النادي الأهلي وفي احتياج كبير جدا لاعبي النادي الأهلي للجمهور خلال المباريات القادمة. لكن خلاص يمكن النادي الأهلي متعود على هذا الأمر، في ظروف كثيرة جدا النادي الأهلي قابلها خلال الفترة الماضية. إن شاء الله بإذن الله هذه المباراة أداء ونتيجة مع مستر لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي تكون انطلاقة جديدة للمدير الفني وأيضا كمان لفريق النادي الأهلي في ثوبه الجديد. النهاردة كعادة تدريب فريق النادي الأهلي بدأ في الساعة 10 صباحا قبل المران. مستر مارتن لاسارتي كانت في محاضرة فنية للاعبي النادي الأهلي للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف لفريق نادي بيراميدز، وأيضا نقطة مهمة جدا كمان واضح من الراجل كان شغال على فريق نادي بيراميدز خلال الأيام الماضية اللي ما كانش متواجد فيها بشكل رسمي فريق النادي الأهلي، يمكن شاف أكتر من مباراة، يعلم بعض من نقاط القوة والضعف في فريق بيراميدز، وده يمكن النهاردة اللي كان ظاهر بشكل كبير جدا يا شيماء في التدريب. التدريب النهارده كان في اكثر من فقره تدريبيه، فقرات بدنيه، فقرات تصويب على المرمى، فقرات يمكن للارتقاء بالتسلم والكره والاستفانه تحت ضغط، وفقرات كثيره جدا النهارده. النهارده كان المران استغرق ساعتين الا ربع، ويمكن اول مره بنشوف من خلال فترات الماضيه ان النادي الاهلي ساعتين الا ربع تدريب بشاق، تدريب قوي جدا، لكن اكيد كان في استفادات فنيه كثيره جدا. على يمكن لو بنتكلم على رمضان صبحي، جيراردو، محمود وحيد، كل اللعيبه طبعا والصفقات الجديده في تركيز كبير جدا عليهم خلال تدريب الامس واليوم. والنهارده كمان لو بناكد رمضان صبحي كان في توجيه كبير من مستر مارتن لاسارتي على تنفيذ بعض الجمل التكتيكيه، واضح ان رمضان هيكون له دور في مباراه بيراميدز. يمكن ده اللي احنا شايفينه يا شيماء من خلال تدريباتنا في عدد من لاعبي النادي الاهلي، من الصفقات كمان بالتحديد لو بنحدد صفقات النادي الاهلي الجديده يكونوا متواجدين في مباراه بيراميدز. زي ما قلنا مباراه مهمه، ومباراه النادي الاهلي يمكن بيدخل هذه المباراه فاقد نقاط في مباراه الداخليه، لكن مباراه مختلفه بشكل كبير جدا عن كافه مباريات الدوري العام. فاكيد ان شاء الله باذن الله بنتمنى النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. الفرق طبعا مش كبير، النادي الاهلي لسه عنده اكتر من مباراه مؤجله، لكن هذه المباراه هتفرق بشكل كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني وايضا جمهور النادي الاهلي. في نهايه المران كانت يمكن 15 دقيقه لمستر مارتن لاسارتي، مستر سبيستيان المدرب الخاص بفريق النادي الاهلي على الكرات العرضيه، وده يمكن اللي يمكن بيركز عليه بشكل كبير مستر مارتن، وواضح ان هو شاف المباراه الاخيره مباراه الداخليه وشاف اهدار الفرص. صحيح، كان في تركيز النهارده على طريقه انهاء الهجمات. بالظبط يا شيماء، يمكن هو الراجل كان بيأكد ان لابد يكون في استغلال الهجمات بشكل امثل، باص يبقى بسيط سريع، الوصول للمرمى باقل عدد من الباص، ده مأكد عليه ويمكن مركز عليه بشكل كبير جدا. رمضان وجيرالدو النهارده كانوا ظاهرين بشكل رائع، احمد حمودي ومروان محسن ومحمد محمود النهارده كانوا ليهم بشكل رائع واداء، والراجل يمكن حياهم اكثر من مره في الملعب، في تركيز كبير، في حماس لكل لعيبه النادي الاهلي. زي ما اكدنا وقلنا يا شيماء الاستقرار الفني مع الجهاز الفني، خلاص الامور خلاص بتستقر وبتتجه في الاتجاه الصحيح. دور كبير جدا لعيبه النادي الاهلي خلال المرحله القادمه، مستر مارتن، كابتن يوسف، كابتن سيد، كله بيقوم طبعا بدوره في مجالاته. كابتن سيد مدير كره، مستر مارتن وضع خطه تدريبيه، واضح برنامج كبير خلال الفتره الماضيه بدا الفتره القادمه بدا من النهارده. زي ما اكدنا وقلنا يمكن ساعتين لربع عدد كبير جدا من التدريبات، لكن كلهم كوره، كلها فقرات تدريبيه، ما كانش في اي وقت ضايع خالص، ويمكن ده اللي بيدي بشره امل ان الراجل حاطط هدف عايز يطور خطه النادي الاهلي، يشوف تكتيك جديد في الملعب. مش قادرين طبعا ان احنا نقول النهارده شفنا ايه بالظبط في التدريبات، لان واضح ان النهارده كان في بعض الجمل التكتيكيه المهمه جدا لمستر مارتن لاسارتي، لكن الامور يا شيماء بالنسبه للاعبين الحماس والتركيز شايفينه في لعيبه النادي الاهلي، عارفين اهميه هذه المباراه، مباراه يمكن مشترفه النادي الاهلي لان بيراميدز هو صاحب المباراه، لكن كنا بنامل زي ما قلنا يكون في جمهور في هذه المباراه الفتره اللي جايه، المباراه اللي جايه باذن الله تكون اتحاد الكره والامن باذن الله يسمح لجمهور النادي الاهلي ولو بعدد قليل جدا. صحيح، ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي.